حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن آخر تطورات ومستجدات معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة وآخرها وأهم مستجداتها هو خطاب سماحة السيد حسن نصر الله اللي تابعناه قبل قليل. وللحديث أكثر عن هذه التفاصيل نرحب بضيوفنا الكرام، عضو المكتب السياسي لحركة النجباء الدكتور حيدر اللامي، أهلا بكم دكتور ضيفي كريما، وأيضا الترحيب بالأكاديمي والخبير السياسي الأستاذ حسين ريران ينضمنا مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم أستاذ حسين. أبدأ معك دكتور حيدر، الله بالخير بالبداية. الكل ينتظر ويترقب هذا الخطاب الذي وصف بالمهم جدا، توقعات وقراءات وتحليلات قبل متابعة الخطاب، لكن بعدما تابعناه إلى أي درجة وبأي درجة وضوح رسم خطاب سماحة السيد نصر الله ملامح ومسار هذه المواجهة وأهدافها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك و لضيفك الكريم ومشاهدي قناة الأيام. يعني بداية كان الخطاب هو خطاب شامل، بين أسباب المشكلة الحاصلة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة والضغوطات التي تعرضت لها غزة من موضوع الأسرى وأيضا موضوع القدس وتوسيع المستوطنات إلى الحصار المطبق على غزة، وبالتالي كانت هناك عمليات ضغط على أهالي غزة أدت إلى أن تكون هناك عملية أحدثت هذه العملية زلزال كبير انهارت معه المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية. وكانت من نتائج هذه المعركة أنه لا توجد للعدو الصهيوني أي استراتيجية، وإنما كان هناك عملية انتقام. هذه العملية انتقام حدثت تجاه المدنيين العزل. لكن باختصار شديد، من أهم ما تطرق به سماحة السيد حسن نصر الله هو موضوعين. الموضوع الأول أو هدفين، الهدف الأول هو إيقاف العدوان على غزة، وهذا الموضوع تطرق إليه وقال بأنه هذا الموضوع هو جانب إنساني يتعلق بالجوانب الإنسانية. الموضوع الثاني والأهم هو فيما يتعلق بانتصار المقاومة في داخل فلسطين. هذا الانتصار لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك مناصرة للمقاومة في داخل فلسطين، وبالتالي أي نصر يتحقق للكيان الصهيوني لا ينسحب فقط على فلسطين المحتلة، وإنما سوف يتأثر المحور كله في ذلك. لذلك عندما دخل أنصار الله في المعركة وأعلنوا ذلك بشكل رسمي ضمن وحدة الساحات، وأيضا دخلت المقاومة العراقية ببيان رسمي موقع من سماحة الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، هذا غير المعادلات. قلنا بأن كل المصالح الأمريكية التي ثبت بالدليل القاطع وبالمعلومات المؤكدة إنها مشاركة بشكل مباشر منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، فالولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير غرفة العمليات الحربية في داخل لكن فلسطين. لكن حركة النجباء بيانها مختلف، سماحة الشيخ الكعبي إعلان صريح وإعلان حرب صريح ومباشر على القوات الأمريكية المباشرة، بحرب مباشرة معها في قواعدها الموجودة في العراق وحتى في الكيان الإسرائيلي. أود أن أسألك حول هذا الموضوع تحديدا. قبل عدة ساعات قبل خطاب سماحة السيد نصر الله كانت هناك ضربة صاروخية لإيلات المحتلة داخل الكيان الصهيوني. نعم. تتبنى حركة النجباء هذا الهجوم؟ يعني قطعا المقاومة حركة النجباء لا يمكن أن تحصر المقاومة الإسلامية في العراق بحركة النجباء، هناك العديد من فصائل المقاومة، وحتى القرار الذي اتخذ وباسم سماحة الشيخ أكرم الكعبي في متن هذا البيان أو التغريدة قال إن المقاومة الإسلامية في العراق قررت. إذن هناك تعاون وتنسيق ما بين فصائل المقاومة العراقية، أن تكون هناك استهدافات للقواعد الأمريكية المحتلة في داخل العراق وفي خارج العراق. وقلنا وأكدنا أكثر من مرة بأنه كلما تدخل الأمريكي في هذه الحرب وكلما استمر هذا الكيان المحتضر بممارسة الجرائم ضد أهلنا في غزة، كلما توسعت الحرب ومن الممكن أن تدخل هناك أسلحة متطورة قد تفاجئ العدو في المرحلة القادمة. أرجع لك بتفاصيل أكثر حول هذه الضربة وهذه العمليات. مرة أخرى نرحب بك أستاذ حسين ريران. كما أكد سماحة السيد للمرة الثانية أوهن من بيت العنكبوت أي الكيان الصهيوني
إلى أي درجة أثبتت عملية طوفان الأقصى فعلا أن إسرائيل والكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت وبإمكانيات بسيطة يمكن أن يخترق ويدمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن طوفان الأقصى أثبت بشكل لا يمكن للأسف لا نفيه. لا يوجد صوت، يمكن أكو خلل بالاتصال. الآن الصوت موجود. ألو ألو، نعم تفضل أستاذ حسين، وصل صوتك تفضل. نعم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. في تصوري أن طوفان الأقصى أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن بالبيت العنكبوت. لماذا؟ أولا الكيان الصهيوني أوجد يعني سياج مجهز بكل المجسات الحرارية و يعني اللمسية وإلى آخره، وتم تجهيزه بالذكاء الاصطناعي، كاميرات إلى آخره، وأوجد فرقة باسم فرقة غزة تمتلك 22 معسكرا في غلاف غزة. سقوط السياج مع ما يحمله من رموز متقدمة جدا من مجسات إلى كاميرات إلى رادارات إلى كل شيء، والتوغل يعني عمق 30 كيلومتر من خلال 1000 شخص، هذا أثبت أن الكيان الصهيوني هو واحد. والدليل الثاني على هذا الموضوع هو أن أمريكا هي التي جاءت ولا زالت تدير المعارك في الكيان الصهيوني، وهذا يعكس أن الكيان فقد توازنه بسبب هذه العملية التي حدثت. يعني أن تأتي المقاومة بقائد فرقة غزة إلى الأسر، هذا هو رمزيا يعكس حقيقة قوة المقاومة، قوة الإيمان، قوة يعني المقاومة الفلسطينية، وفي المقابل يعكس كيف أن الجيش الإسرائيلي هو لا يمتلك لا العقيدة ولا يسمح لنفسه أساسا في أن يموت من أجل شيء ما. من هنا نحن أمام مشهد واضح المعالم أن المقاومة حققت إنجاز كبير، والكيان الصهيوني فشلا ذريعا لا يمكن ترميم هذا الفشل، كما قال سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي. ولكن الكيان الصهيوني يحاول من خلال القتل، من خلال المجازر، من خلال الجرائم، هو أن يغطي على هذا الإنجاز العسكري الكبير وعلى هذه الهزيمة المدوية للكيان الصهيوني. طيب أستاذ حسين، يعني مثل ما ذكر سماحة السيد نصر الله على دليل وهن الكيان، هي تسارع أمريكا بأقصى سرعة لمساعدة وإسناد الكيان وإنقاذه في هذه المواجهة، لكن أين الجيش الإسرائيلي التي كانت تتفاخر بأنه أقوى جيش في المنطقة؟ يعني شوف، الجيش الإسرائيلي هو موجود ولكن لا يمتلك العقيدة. لماذا؟ هناك أسباب عديدة. أولا يعني هناك جزء من المجتمع يخدم في العسكرية ويأتي في إلى 50 سنة يخدم بالسنة شهر في جيش الاحتياط، وتستطيع الحكومة أن تستحضره متى شاءت، والآن نحن في حالة استحضار لقوات الاحتياط، وهو جيش مستقل عن الجيش العسكري الإسرائيلي، قوات الاحتياط. يعني هذه القوى، أولا الاحتجاجات التي مرت بها إسرائيل لأكثر من 40 أسبوع، أحد أهم أسبابها هم يقولون لماذا نحن يجب أن نخدم، لماذا يجب أن نقتل، لماذا يجب أن نقوم بما نقوم، في حين أن الحريديم هم معفيون من الخدمة ومعفيون من العمل، والدولة تصرف عليهم إلى آخره.
من هنا هناك انشقاق في وشرخ في الداخل الإسرائيلي حول أنه لماذا يجب أن أخدم أنا ولا يخدم الآخر. الموضوع الآخر في هذا الإطار، الجيش الإسرائيلي الآن هو جيش غير مزود بعقيدة حقيقية، يعني هو يدخل في مدرعة أو في طائرة أو في يعني يحصن بشيء أو ما شابه ليقاتل. حتى يعني القرآن أيضا هو الله سبحانه وتعالى يقول لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هم من خلال التحصينات ومن خلال الجدار الذي يوجدونه يستطيعون القتال، أما وجها لوجه هذا غير مطروح في القاموس الإسرائيلي. نحن الآن نرى هذا في الملاحم التي تسطر في أطراف مدينة غزة، يعني من النقطة صفر يأتي المقاتل والمجاهد الفلسطيني ليضع العبوة على الدبابة وثم يعود إلى مكانه وتنفجر الدبابة. الإسرائيلي لا يخرج من الدبابة، ولكن المجاهد الفلسطيني اليوم هو يمثل يعني قمة العطاء في الأمة الإسلامية في المواجهة من النقطة صفر. هناك تدمير لعشرات الدبابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهذا كله يعكس يعني موضوع العقيدة وما يمكن أن ينتج عنها. أعود لك دكتور حيدر. السيد أيضا أجاب عن تساؤل القضية النتائج، إذا ما كانت هذه نتائج هذه العملية تستحق التضحيات، وفعلا استندت هذه العملية أو أسست لمرحلة تاريخية جديدة خصوصا في المنطقة ككل. هناك قراءات أيضا سابقة حتى من الإمام خامنئي بأن هذه المنطقة سوف تحدث فيها تغييرات استراتيجية، لكن لصالح من فعلا؟ ستكون لصالح فلسطين أو القضية الفلسطينية القضية الأم على حساب الكيان الصهيوني؟ يعني قطعا نحن لا نتحدث إلا من خلال الواقع. نعم، عندما نأتي إلى الواقع في الداخل الفلسطيني نجد بأن هناك انقسام اجتماعي. النظام الاجتماعي في داخل فلسطين أصبح أيضا منقسم، وهذا الانقسام الاجتماعي انعكس على الواقع السياسي. هناك تظاهرات لفترة طويلة، تظاهرات على السلطة التي هي من أكثر الحكومات تشددا في داخل الكيان الصهيوني، وهذه السلطة ارتكبت الكثير من الجرائم والسياسات الخاطئة، وكانت نتيجتها هذه العملية المباركة. السيد القائد الخامنئي دام نصره أكد لأكثر من مرة بأن هذا الكيان بدأ يحتضر، وعندما نتحدث عن هذه العملية عملية طوفان الأقصى نجد بأنها امتداد لمعركة سيف القدس التي كانت أيضا عملية ناجحة وغيرت الكثير من القواعد الاشتباك. لكن هذه العملية هي تختلف عن كل العمليات السابقة، لأنه لم يتعرض الكيان الصهيوني إلى صدمة مثل الذي تعرض إليها في يوم 27 أيضا الأول. كان هناك صدمة للعدو في سيف القدس، لكن طوفان الأقصى حاليا مستمرة، ودخول أطراف كل ساحات المقاومة تقريبا داخلة على خط المواجهة. وشاهدنا الشكر اللي قدمه سماحة السيد نصر الله للسواعد العراقية واليمنية التي دخلت في قلب المعركة. قلب المعركة يعني أنه ستكون هناك مواجهة فعلا مباشرة مع العدو. فقط أنوه على قضية معينة، بأنه هذه العملية تختلف عن سابقتها بأنها هي من كانت فصائل المقاومة في فلسطين هي من كانت البادئة، وبين سماحة السيد بأن هذه العملية هي عملية فلسطينية بامتياز 100%. فكانت الضربة هي ضربة استباقية، وهذه الضربة الاستباقية هي ليس فقط من أجل أن يكون هناك موضوع حل الدولتين في داخل فلسطين، وإنما هذه الضربة الاستباقية هي بداية لتحرير كامل الأراضي الفلسطينية. ما قبل طوفان الأقصى هو ليس كما بعده، وهذا ما أكده سماحة السيد حسن نصر الله دام عزه. إذن نحن مقبلين على مرحلة جديدة.
ليس فقط هذا التغيير سوف يحصل في داخل فلسطين المحتلة، وإنما سيغير المشهد السياسي والمشهد الأمني في المنطقة وربما على مستوى العالم. لذلك نعتقد نحن بأن هذه المعركة ليس فقط معركة تخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما هذه المعركة تخص المنطقة. ومن أعظم الجهاد في سبيل الله في هذه اللحظة هو الجهاد ضد الكيان الصهيوني. فمن أهم مصاديق الجهاد الآن تتجلى في غزة وأمام هذا العدوان المجرم الذي أوغل في قتل الأبرياء والأطفال. وبالمناسبة الخطر الصهيوني هو ليس خطرا فقط في داخل فلسطين المحتلة، وإنما هذا الخطر يمتد إلى كل الدول المجاورة. وكما هو معلوم في الموروث الديني لديهم بأن هذه الدولة لابد أن تمتد من النيل إلى الفرات، ونحن نتذكر إلى هذه اللحظة كيف كان الكيان الصهيوني يقصف قوات الحشد الشعبي في داخل العراق. هذا ما أشار له سماحة السيد نصر الله بقضية تحمل المسؤولية، تحمل الجميع، باعتبار أن مثلا وضع مثال ما حصل في 48 تبعات تحملها الجميع. نعم، لذلك كان قرار المقاومة العراقية هو قرار مثل ما تفضل به السيد، هو قرار حكيم. نحن عندما ننطلق أو نصدر هكذا قرارات في المقاومة، نحن نثق بقادة المقاومة في داخل العراق، وهذا القرار هو لم يصدر نتيجة انفعالات عاطفية، وإنما هو قرار مدروس درس جميع قدرة العدو ونقاط ضعفه والثغرات، ومن ثم تم اتخاذ الأهداف وتحديد. وجدتم كمقاومة أن هذه الفرصة مؤاتية فعلا لمواجهة الكيان؟ قطعا المقاومة الإسلامية هي ليست انتحارية، لكنها هي من تحدد الوقت المناسب، الوقت المناسب لاستهداف العدو. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية هي في أضعف حالاتها في المنطقة، وكانت هناك رسائل ظاهرها تهديد لكن باطنها توسل. تلمستم خشية أمريكا من توسع الحرب فعلا في المنطقة؟ أمريكا الخبيثة الكاذبة المنافقة تتوسل من أجل منع توسع المعركة، لكن بالمقابل هي تدعم الكيان الصهيوني ومصرة على القرار الذي أو الهدف الصهيوني الذي لم يتحقق، وهو القضاء على حماس. فاعتمدوا على هدف عالي لا يمكن تحقيقه، ونحن في فصائل المقاومة في داخل العراق لم ولن نسمح لتحقيق هذا الهدف، وسوف تستمر العمليات. وكلما أوغل الكيان الصهيوني بجرائمه وتدخل الأمريكي بشكل أكبر سوف تصل صواريخنا إلى أبعد مدى. أعود لك أستاذ حسين، تأكيدات سماحة السيد نصر الله في خطابه على أن حزب الله هو فعلا دخل إلى هذه المواجهة وهذه المعركة منذ يومها الثاني، أي منذ 8 من الشهر، بعد يوم واحد من هذه العملية. لكن ما تعتقد أن فعلا حزب الله وكل ساحات المواجهة وحتى الجمهورية الإسلامية في هذه المعركة والمواجهة منذ عدة عقود، منذ إعلان أيضا الإمام الخميني قدس سره الشريف المواجهة والهدف الأكبر بإزالة هذا الكيان الغاصب؟ يعني شوف، نعم حزب الله أولا دخل منذ اليوم الثاني، وحزب الله لم يكن مشاغلا للجيش الصهيوني، لا بل هو قام بضرب كل المواقع على الحدود، هو وصلت بعض صواريخه إلى صفد على مسافة 30 كيلومتر من الحدود، وعدد الشهداء الذين ذكرهم السيد حسن يعني 54 شهيد، هو يعكس أن هناك مواجهة حقيقية. تصور أنه في حرب تموز 2006 حزب الله ضرب ناقلة وأخذ أسيرين، وإسرائيل كان رد فعلها هو الحرب، على إعلان الحرب على لبنان. الآن حزب الله منذ اليوم الأول ولحد الآن هو دمر أكثر من 20 دبابة وناقلة جند إسرائيلية، ورغم كل ذلك لم تستطع إسرائيل أن تعلن الحرب ضد لبنان لخوفها من رد فعل حزب الله. من هنا أولا حزب الله هو مشارك، ولكن إدارة المعركة منذ اليوم الأول مختلفة. يعني طوفان الأقصى إذا أردنا أن نميزه عن ما قبله
هو كان يعني اختبار وتجربة أولى للمقاومة الفلسطينية في تحرير الأرض. كل ما سبق طوفان الأقصى هو كان دفاع حتى سيف القدس. صحيح أن المقاومة أعلنت المعركة ولكن هي من باب الدفاع عن الأقصى والشيخ جراح كان. الآن نحن أمام مشهد مختلف، المقاومة تذهب وتحرر إلى عمق 30 كيلومتر. صح أن المقاومة لا تمتلك الإمكانية للاحتفاظ بالأرض الآن، ولكن نفس هذه التجربة في أن المقاومة حاولت واستطاعت ونجحت في تحرير أضعاف مساحة غزة في منطقة الغلاف، هو هذا ما يرعب الكيان الصهيوني وأمريكا، ويشعر هذا الكيان بأنها يمكن أن تزول من خلال الحرب مع المقاومة. طيب أستاذ حسين، السيد نصر الله تحدث بموضوع إذا ما كان ما يجري في جبهة جنوب لبنان متواضع أم هو كبير ومؤثر بالكيان الصهيوني، لكن أيضا ذكر موضوع لن نكتفي به. هل نتوقع مقابل هذا التأكيد أن يتم تصعيد في جبهة جنوب لبنان التي كما ذكر السيد أنها كانت مفيدة جدا على ردع العدوان على غزة؟ يعني كلام السيد هو يشير إلى أن من المؤسف أن هناك 22 دولة عربية وهناك 54 دولة إسلامية، ورغم وجود هذا الكم أما مع الأسف الشديد ليس هناك من رد فعل يتناسب مع حجم وقوة وعدد سكان هذه الدول العربية والإسلامية. هذه الدول الآن هي التي تطرح موضوع أنه لماذا لا يذهب حزب الله إلى إعلان الحرب بشكل كامل، باعتبار أن الكل الآن يقول أن حزب الله إيران يجب أن يقوموا بتحرير فلسطين إلى آخره، ولكن أين الآخرين؟ هذا سؤال مهم جدا. ولكن السيد نصر الله طرح محددين. المحدد الأول هو أن المقاومة يجب أن لا تنكسر ويجب أن تنتصر، هذا الأول. وثانيا الميدان، أنه تطورات الميدان. السيد قال أن هذين المحددين هما اللذان يحددان سلوك حزب الله في هذه المعركة مستقبلا. طيب أيضا السيد نصر الله ذكر أنه هذه المواجهة مع الكيان الصهيوني من جبهة جنوب لبنان معركة حقيقية، العدو يعلم ذلك بوجود 57 شهيد من حزب الله والقوى المساندة له، وأيضا قتلى بأعداد كبيرة من الصهاينة. العمليات ذكر أن هذه العمليات حققت منجزات مهمة، برأيكم شنو هي أهم منجزات اللي حققها حزب الله حاليا أو جبهة جنوب لبنان في الميدان؟ يعني كل المواقع الموجودة على الحدود هي كانت مواقع مليئة بالإمكانات المتقدمة والمتطورة ورادارات وإلى آخره. لماذا؟ لأن إسرائيل خاضت حرب تموز أمام حزب الله، وهي كانت يعني تعبئ كل ما يملك العالم الغربي في المناطق الحدودية للاستفادة منها في أي حرب مع حزب الله. أن يستطيع حزب الله أن يقوم بتدمير كل هذه المواقع من دون استثناء بصواريخ خاصة و يعني قوة استخبارية خاصة، في تصوري هو لحد الآن يعتبر إنجاز عسكري كبير جدا قياسا لما كان موجود من إمكانات في هذه المواقع. قد لا تكون هذه الإمكانات موجودة في مكان آخر، لأن الكيان كان يخاف حزب الله أكثر من أي طرف آخر، ولكن هذا يعتبر إنجاز كبير عسكري لحزب الله في تدمير كل هذه الإمكانات والترسانة التي كانت موجودة على الحدود.
عد لك دكتور حيدر، وكما ذكر سماحة السيد بأن هذه العمليات والضغط من جنوب لبنان وجبهة حزب الله على الكيان الصهيوني حقق أيضا مكسب مهم. كان الكيان يرغب بسحب هذه القوات الموجودة في شمال إسرائيل، سحبها إلى غزة من أجل المشاركة بالمواجهات هناك لأنهم محتاجيهم بالفعل، لكن وجود هذا الخطر وتزايده من قبل جنوب لبنان أدى إلى إبقاء هذه القوات وكذلك إسنادها بأعداد إضافية، إضافة إلى دعوة جنود صهاينة من الاحتياط. نعم. هذا ممكن أن يكون دعاكم فعلا، شجعكم أيضا على زيادة الضغط على إسرائيل، عملية قبل قليل بقصف إيلات وأيضا قصف القواعد الأمريكية، فعلا سيكون هناك ضغط إضافي على الكيان أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بشكل عام هذا يدخل ضمن وحدة الساحات لمحور المقاومة. أنت تعلم جيدا بأن فصائل المقاومة في داخل العراق وأن جبهة من ضمنها هي جزء من محور المقاومة، وبالتالي هناك تنسيق مع هذا المحور. فيما يخص الجبهة الجنوبية للبنان والشمالية لفلسطين، قطعا استطاع حزب الله أن يشتت الواقع العسكري أو الجبهة العسكرية للكيان الصهيوني. يعني ثلث الجيش الإسرائيلي توجه إلى شمال فلسطين لمنع التهديدات المتوقعة من جنوب لبنان، وهذه القوة العسكرية الإسرائيلية هي أغلبها من قوات النخبة، وبالتالي خفف الضغط على غزة. أما فيما يخص المقاومة في داخل العراق ودورها في استهداف العمق الصهيوني، قطعا كانت للمقاومة بيانات، ولا سيما حركة ابن الجبهة قال بأن أي توسع أو استمرار للعدوان في داخل غزة سوف يواجه باستهداف المصالح الأمريكية في داخل العراق، لا سيما بعد التأكد استهدفتوا حتى قواعد أمريكية في سوريا التنف وغيرها. يعني كل الأهداف الأمريكية، كل المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية هي هدف للمقاومة الإسلامية في داخل العراق. بالتالي عندما نتحدث عن هذه القواعد، سواء كانت في العراق أو نتحدث في العراق، بأنها قواعد غير شرعية، هذه قواعد أمريكية عسكرية وليست قواعد عراقية موجودة فيها مستشارين أو كذا، بل إنها قوات محتلة، وبالتالي للمقاومة الإسلامية الشرعية الكاملة في استهدافها. لذلك المقاومة الإسلامية عندما دخلت بشكل رسمي فإنها إلى الآن لم تستعمل الأسلحة التي ينتظرها العدو. هناك قدرات عالية المقاومة، وقد أعلنت يوم أمس بأن الأسبوع القادم سوف يكون أسبوعا مفاجئا للعدو الأمريكي والعدو الصهيوني. نحن نرى بأن هذه المعركة ليست فقط معركة في داخل فلسطين، وإنما هي معركة يريد الأمريكي أن يوسع هذه المعركة في الباطن، لكنه ظاهرا هو يدعو بعض الأطراف إلى التوسط لمنع توسع هذه الحرب. أعود لك يا سيد حسين، أيضا سماحة السيد نصر الله رهن تطور الجبهة ورهانها بعدة نقاط، منها تطور الأحداث في غزة وكذلك سلوك العدوان تجاه لبنان إذا ما تمادى واستهدف المدنيين، كما ذكر سماحة السيد سيكون مدني مقابل مدني. إلى أي درجة ممكن أن تتطور الجبهة في جنوب لبنان مع الكيان الصهيوني؟ أكو محددات ممكن تتبعها قوى المقاومة هناك أو حتى الكيان الصهيوني؟ يعني حزب الله لم يستهدف إلا القواعد الإسرائيلية على الحدود، لا. واستهدف الدبابات والمدرعات الكيان الصهيوني التي تقوم بدوريات في المناطق الحدودية، لم يستهدف المدنيين. ولكن الكيان الصهيوني بدأ باستهداف بعض القرى الجنوبية واستهداف المدنيين، وهذا يشكل يعني تهديد للمدنيين. من هنا كلام السيد نصر الله هو أن استمرار هذه الحالة يعني يمكن أن يدفع حزب الله إلى استهداف المدنيين أيضا، وهذا تهديد واضح من قبل المقاومة في لبنان إلى أن الكيان الصهيوني يجب عليه حصر العمليات العسكرية مع المقاومة بعيدا عن المدنيين. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والخبير السياسي الأستاذ حسين ريران، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من طهران. شكرا لكم.
وأيضا أعود لك دكتور حيدر، بيان المقاومة اليوم صدر، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العلي العظيم، وبيان نصرة لأهلنا في غزة وردا على هذه المجازر اللي يرتكبها الكيان الغاصب. المقاومة صباح هذا اليوم استهدف هدف في أم رشاش إيلات المحتلة، وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو. كما ذكرنا تحدثنا قبل قليل أنه توسع جبهات المواجهة وساحات المواجهة، توحدها وتوسعها يخدم جدا القضية الفلسطينية وتحجيم هذا الكيان وقواته اللي هي أوهن من بيت العنكبوت بما أثبت بالدليل القاطع أثبتت المقاومة. لكن بالنسبة للقوات الأمريكية، سماحة السيد نصر الله ذكر اليوم في خطابه أن إسرائيل هي مجرد أداة، المعركة الحقيقية هي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت إلى إنقاذ هذا الكيان. شنو يعني كيف ترسمون طريق للمواجهة مع هذا الكيان بوجود دول أيضا هي متحالفة مع أمريكا، دول عربية وإسلامية أيضا؟ نعم أحسنتم، سؤال جيد. لهذا السبب كان قرار المقاومة العراقية إخراج القوات الأمريكية عسكريا من داخل العراق، ويبدأ من داخل العراق، يعني كان هذا القرار قرار مواجهة صريح وبشكل رسمي، على اعتبار أن هذه القوات هي أو القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بالتحديد هي صاحبة الفوضى في منطقة غرب آسيا، وبالتالي كانت هناك جرائم ترتكب في العراق، وقبل ذلك هناك جرائم ارتكبت في أفغانستان وكذلك في اليمن بدخول مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في سوريا وفي لبنان والآن في غزة. لذلك كان الوصف وصف دقيق جدا من الإمام الخميني عندما قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الشيطان الأكبر، بالفعل هي الشيطان الأكبر لما تمتلكه من أدوات خبيثة في إضعاف الدول من أجل أن تكون هذه القاعدة العسكرية المتقدمة وهي الكيان الصهيوني هي الأداة الفاعلة لتنفيذ المصالح الأمريكية في منطقة غرب آسيا. لذلك نقول نحن بأن المقاومة هي رد فعل طبيعي للشعوب الحرة الكريمة التي ترفض الهيمنة والاستكبار والتسلط والظلم. فالإنسان عندما يختار هذا الطريق لا يمكن كل الموانع والعقبات أن تقف في مسيره من أجل تحقيق الغاية الأسمى وهي نيل إحدى الحسنيين، أما النصر أو النصر، لأن الشهادة هي بحد ذاتها هي نصر عظيم. طيب. يتحدث البعض بأن، وأنا أتحدث هنا بشكل عام، يتحدث بأن قوى المقاومة في الدول هي من تتجاوز على صلاحيات الحكومة وتصادرها. مثلا في العراق حاليا هناك من يتحدث بأن المقاومة النجباء أو المقاومة بشكل عام قد تسبب حرج للحكومة بتصرف فردي بقصف مواقع أمريكية ومصالح أمريكية عسكرية أو استخبارية وغيرها، لكن ممكن للمقاومة أن تستند إلى قرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأمريكية من العراق هناك بالقيام بعملياتها؟ هناك الكثير أستاذ الكريم، يعني أنا بيّنت بأن هذه المقاومة، هذا الكلام الذي يقول بأن قوى المقاومة، وأنا أتحدث قلت بشكل عام وينطبق هذا الكلام أيضا في داخل العراق، بأنها تتجاوز على صلاحيات الحكومة أو تصادر صلاحياتها، هذا الكلام غير صحيح. تكون قرار برلمان سابق. أحسنت، هناك برلمان، هذا القرار البرلماني أصدر قرار بإخراج جميع القوات الأجنبية من داخل العراق، وكان هذا القرار قرار ملزم للحكومة، وفي حينها رئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي قد طلب من القوات قوات ما يعرف بالتحالف الدولي الخروج من العراق، لكن هل تم القبول بهذا القرار البرلماني والطلب من قبل الحكومة العراقية من قبل ما يسمى بقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية؟ قطعا لا. هذا من جانب. من جانب آخر، القواعد المنتشرة في داخل العراق هي قواعد عسكرية، وبالتالي لا يوجد هناك قوات عراقية، وهؤلاء ليسوا بمستشارين ومدربين، بل هم نفسهم المسؤولين في الإدارة الأمريكية يقول نحن تحالف دولي لمحاربة داعش، ولم يقولوا نحن مدربين ومستشارين. هذا من جانب. من جانب آخر، منفذ جريشان أو بالأصح هو معبر جريشان
الكل يعلم المسؤولين في هذا المعبر بأن مفاتيح هذا المعمر هو بيد الجانب الكويتي وليس بيد الجانب العراقي. وبالتالي كل الآليات العسكرية الأمريكية والشركات الأمنية التي تدخل إلى القواعد الأمريكية هي لا تفتش، بل الأشخاص الموجودين في هذه الآليات ليس لديهم إقامة أو فيزا أو جواز للدخول بشكل رسمي. بالتالي السفارة الأمريكية التي نحن نعتبرها ثكنة عسكرية والقواعد العسكرية في داخل العراق هم داخلين بشكل غير رسمي، وأنا أعتقد بأن الحكومة العراقية لا تعرف أعدادهم، وبالتالي هذا يعرض الأمن القومي العراقي إلى الخطر. فعندما اتخذنا هذا القرار هو قرار وطني بالدرجة الأساس، وللحفاظ على وحدة الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار في داخل الدولة. فنحن نقول بأن المقاومة هي تمثل إرادة الشعب في الحفاظ على وتطلعاته في الحفاظ على كرامته وأرضه وعرضه وسيادته، وهذا أيضا من واجب الحكومة. لكن عندما يكون هناك تقصير لأسباب عدة لأي حكومة، فهذا لا يعني بأن المقاومة يجب أن تتراجع عن واجبها الشرعي والإنساني والأخلاقي أمام هذه الهجمة التي يواجه الإسلام. نحن ننظر إلى القضية الفلسطينية ليست قضية خاصة بالفلسطينيين، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية. أيضا ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من بيروت المحلل السياسي الدكتور نبيل سرور. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما. وكنا نتابع ونحلل ونناقش ما جاء في كلمة سماحة السيد حسن نصر الله والعمليات التي يقوم بها حزب الله والمقاومة في جنوب لبنان ضد الكيان الصهيوني. ذكر السيد نصر الله أن هذه العمليات مهمة وقد أوجدت قلق وذعر لدى الكيان، لدى قيادة الكيان ولدى الأمريكان كذلك، وقلق من أن يتم تصعيد الجبهة بحرب شاملة أو كاملة أو واسعة. لكن حجم الخسائر أيضا بشرية ومادية التي تكبدها العدو في جبهة جنوب لبنان كبيرة جدا، لكن فعلا تضحيات المقاومة في لبنان تستحق هذه النتائج والأهداف؟ الحزب والمقاومة في لبنان خسرت ما يقارب 57 شهيد ارتقوا في سبيل هذه الأهداف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم. طبعا ما من شك بأن خطاب السيد نصر الله يختزن الكثير من النظامين والأبعاد السياسية والاستراتيجية التي من الممكن فعلا أن ترسم معالم المرحلة المقبلة على المستوى السياسي. وثمن تضحيات المقاومين و أجرى سردا تاريخيا لمظلومية الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، وكيف حمت القوى العالمية هذا الكيان الغاصب الذي ارتكب المجازر منذ تاريخه بالشعب الفلسطيني وفي كل الشعوب العربية. أعتقد بأن السيد حسن نصر الله أراد من هذا الخطاب أن يوجه رسائل متعددة الأبعاد. رسالة أولى للإسرائيلي بأنهم في حال استمريتم بوحشيتكم فيما يتعلق بغزة، وفي حال ارتفع منسوب الأحداث بشكل كبير، أعتقد بأن حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي. إذن الأحداث تتطور تناسبا مع التطورات الميدانية في الداخل الفلسطيني، كما أنها تتطور تناسبا مع الأحداث في جنوب لبنان. وبالتالي أعتقد بأن هذا الخطاب ربما شكل توصيفا منهجيا لكل المرحلة القادمة. أيضا وجه رسالة واضحة للأساطيل الأمريكية والغربية المتواجدة في البحر المتوسط وفي منطقتنا، وقال بأنهم أعددنا العدة لهذه الأساطيل وذكرهم بما حدث سابقا. إذن الخطاب استراتيجي بكل ما للكلمة من معنى، انتظره الجمهور اللبناني كما الفلسطيني كما كل شعوبنا، وبالتالي أعتقد بأنه خطاب تاريخي بكل ما للكلمة من معنى. أيضا أكمل واسترسل السيد نصر الله، ذكر أن أو ذكر الأمريكان بأن كان لكم هزائم في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان، ووجه لهم كلمة وتحذير بأن
من هزموكم سابقا هم حاليا أحياء ومعهم أبناؤهم ومعهم أحفادهم، إلى أي درجة مستعد المقاومة في جنوب لبنان لمواجهة الأمريكان؟ وهو ذكر أن إسرائيل مجرد أداة بيد الأمريكان. طبعا من خلال معرفتي بأجواء المقاومة وشبابها وكل هذا الجمهور العريض للمقاومة، أعتقد بأن نسبية المقاومة فرضت حضورها على الساحة اللبنانية من خلال تضحيات شبابها وشهدائها، يعني شباب بعمر الورود، شباب جامعي، شباب متعلم، كلهم التحقوا دفاعا عن جنوب لبنان ودفاعا عن القضية الفلسطينية أيضا. أعتقد بأن مصداقية المقاومة عالية جدا لدى الجمهور اللبناني. أصبحنا نرى بأن يعني التأييد يتسع بشكل كبير، وهذا كما قلت بسبب المصداقية العالية للمقاومة ولشهدائها. وأيضا شخصية السيد حسن نصر الله هي شخصية قيادية بكل ما للكلمة من معنى، تكتسب احتراما كبيرا وصدقية عالية لدى الجمهور العربي واللبناني، وأعتقد بأنه يعني يمثل تجسيدا لكل هذا الحق الإسلامي ولكل بالفعل انتفاضة المظلومين ضد الظالمين، وهذا ما يؤهله ويؤهل حزب الله لأدوار أعتقد أنها استراتيجية في القادم من الأيام. طيب، تركيز أيضا السيد نصر الله على قضية أنه الخيارات الموجودة، لماذا ذهبت المقاومة الفلسطينية إلى خيار طوفان الأقصى وتكبيد العدو واستفزازه كذلك واستفزاز الأمريكان؟ شرح أسباب هي قبلها لدفعت المقاومة للقيام بهكذا عملية كبيرة وشجاعة، منها ذهاب الأقصى، الأسرى الذين في سجون الاحتلال بالآلاف، من يموتون من الأمراض، وكذلك استمرار الكيان بقصف وانتهاكات في غزة وكذلك في القدس وفي الضفة الغربية وكذلك على جنوب لبنان. تعتقد أنه الأسباب كافية فعلا للقيام بهكذا عملية؟ وهل نتوقع مقابل هذه المجازر الجديدة راح تكون هناك عمليات أكبر وأقوى من قبل المقاومة بكل ساحاتها؟ سيد الكريم، لا يخفى على أحد بأن العدو الإسرائيلي يعني منذ تاريخ سيطرته وهيمنته على فلسطين ارتكب المجازر، لم يرعوي أبدا، ضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، مع الأسف كان بتغطية أمريكية غربية، والآن الكيان الإسرائيلي يعتبر سكنة متقدمة للغرب في منطقتنا، هو جيش أنشئ له دولة، كيان أمني عسكري مغتصب للأرض يهدد كل جيرانه، وبالتالي يعني في الخرائط التي عثر عليها المقاومون التي هي موجودة أيضا في أدبيات بروتوكولات حكماء صهيون بأنهم يريدون أن يسيطروا على كل المنطقة، أطماعهم كبيرة، أطماعهم لا تنتهي في هذا المجال. من الثابت بأن هذا الكيان نشأ على المجازر ونشأ على حب التوسع ونشأ على الهيمنة والسيطرة، مستعد أن يقترف ألف جريمة وألف مجزرة في سبيل أن بس مع الأسف الشديد. طيب، أعود لك دكتور حيدر. سؤال أخير بدقيقة إذا تسمح لنا دكتور حيدر، السواعد العراقية اللي ذكرها وشكرها سمحت السيد نصر الله التي قامت بقصف إيلات وكذلك القواعد الأمريكية بمختلف المناطق، من عرف حركة النجباء أو غيرها، لكن هناك توحد لساحات المقاومة، إلى أين ستصل هذه السواعد بالمستقبل؟ هذا يعني قصف إيلات ومو بحاجة إلى صاروخ بعيد مدى، صاروخ باليستي، المقاومة فعلا عندها هكذا صواريخ مثل اليمن؟ فقط تعقب على كلام فضل جنابك، بأن الشكر الذي قدمه سماحة السيد نصر الله للسواعد العراقية لم يقدمه إلى المقاومة بكل قياداتها، وليس فقط نحن جزء من المقاومة في داخل العراق، وأيضا نحن جزء من محور المقاومة، وبالتالي أي انتصار في أي ساحة هو انتصار للساحات
الأخرى. قطعا المقاومة العراقية عندما كانت تمتلك الأسلحة البسيطة بعد عام 2003 استطاعت أن تهزم ثلث الجيش الأمريكي، أما الآن فالقدرات قطعا تطورت وأصبحت كافية لإخراج الأمريكان من غرب آسيا، وتمتلك أسلحة إلى الآن لم تستعمل، بالإضافة إلى المعلومات التي تمتلكها المقاومة العراقية، فهي تمتلك معلومات عسكرية وأمنية، وأيضا هناك معلومات تمتلكها المقاومة تتعلق بالجانب الاقتصادي، فهناك العديد من الشركات الأمريكية التابعة للكيان الصهيوني أيضا سوف تكون ضمن أهداف المقاومة، والأسبوع القادم سوف تكون هناك مفاجآت كبيرة للعدو. مفاجأة. طيب، هناك أيضا معطى جديدة لكم، معلومة جديدة لكم وصلتكم وهي مؤكدة، أن هذا الكيان الغاصب تم إثبات أنه أوهن من بيت العنكبوت، هذا ايش قد راح يشجعكم حتى سواعدكم توصل الى هذا الكيان؟ يعني قطعا هذا الكلام هو موجود في الدستور اللي هو القرآن، بانهم اوهم من بيت العنكبوت ولا يقاتلون الا من وراء جدر. بالتالي نحن نعلم هذا الكيان وجبنه، لانه لا يمكن لاي جيش شجاع أن يستهدف أو أن يكون بنك أهدافه النساء والأطفال. لذلك نحن قرأنا الساحة جيدا، وأيضا سوف تكون للمقاومة العراقية في كل قطرة دم تسفك في غزة قول فصل. الشكر جزيلا لكم عضو المكتب السياسي لحركة النجباء دكتور حيدر اللامي، كنت ضيفا كريما، والشكر جزيلا لكم المحلل السياسي الدكتور نبيل سرور، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت، شكرا لك. والشكر جزيلا أيضا للأكاديمي والخبير السياسي الأستاذ حسيارو يوران، كان معنا عبر سكايب من طهران، وشكر موصول لكم ومشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، إلى اللقاء.